السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم يا زملاء. طيب، إن شاء الله يكون الصوت واضح. الصوت واضح يا إخوان. طيب، الزملاء يسكروا المايكات. طيب، في البداية يا إخوان نرحب بالزملاء المتواجدين معنا في هذه الدورة، فإن شاء الله بإذن الله تكون دورة مميزة، وأعتذر عن التأخير اللي صار معنا خارج عن إرادتنا. طيب يا إخوة، في البداية الدرس الأول أو المحاضرة الأولى هي مهمة جدا. حنبدأ فيها بالتعرف على الفركتال وما هي المسببات للفركتال. طيب دقيقة بس. أوكي، راح نبدأ في البداية يا إخوة، راح نبدأ في البداية نتكلم بالتفصيل عن الأساسيات. تمام، أول شيء التوقيت اللي هو توقيت مكة. تمام، توقيت مكة المكرمة. دائما الزملاء يسألوني ليش يا أبو سام توقيت مكة. تمام، بشكل سريع أنا جهزت لكم مقطع بسيط من فيديو على أساس نعرف ليش بنتعامل مع توقيت مكة دائما يا أخو، وهو يعتبر أدق توقيت موجود على وجه الأرض. تمام، لأنه يحمل النسبة ثابت FI 1.618، الرقم المثالي للتفوق التصميمي في الرياضيات. لقد استعمل الخالق نفس الرقم العظيم في الكثير من الأماكن، في دقات قلوبنا، وفي نسبة العرض والطول لحلزونات جزيئات DNA، وفي التصميم الخاص للكون، وفي قواعد ترصف الأوراق، وفي كريستال الجليد، وفي البنية الحلزونية للكثير من المجرات، وفي الكثير من الأماكن. النسبة الذهبية أي 1.618، ويلاحظ أن هذه النسبة استعملت حتى في تصميم الأهرامات في مصر، ووصف العالم الفلكي الشهير كيبلر هذا الرقم بأنه كنز. تجميل الدكتور ستيفن ماركوت في الدراسة والاختبار الكبير الذي أجراه على مدى 25 عاما أنه حسب هذه النسبة المدونة حتى على الحمض النووي، فإن وجهه وجسم الإنسان خلق بأجمل شكل. النسبة بين المقاسات الأساسية التي تعرف شكلا ما لبعضها البعض هي رقم 1.618، وهذا يدل على ملائمتها مع التصميم المثالي أي النسبة الذهبية. إذن أين نقطة النسبة الذهبية لكرتنا الأرضية؟ أين نسبة بعد مدينة مكة المكرمة عن نقطة القطب الشمالي وعن نقطة القطب الجنوبي؟ هي 1.618 تماما، أي النسبة الذهبية. أما نسبة بعد مدينة مكة المكرمة عن نقطة القطب الجنوبي فهي نفس نسبة البعد بين القطبين. لا تنتهي المعجزات بذلك، لأنه حسب خارطة الطول والعرض
التي يحدد البشر من خلالها الأماكن، فأن نقطة النسبة الذهبية تتواجد في مدينة مكة. أيضا فأن نسبة البعد من مكة المكرمة نحو البعد الشرقي والبعد الغربي لحدود خط التحول اليومي هي 1.618، وبشكل يبعث على الاندهاش نرى أن الرقم 1.608 تمنح الإيمان للإنسانية جمعا. نقش الخالق العظيم في سورة آل عمران الآية 96 وبكل وضوح الصلة بين مكة المكرمة والنسبة الذهبية. عدد كل الحروف لهذه الآية هو 47، وعندما نأخذ النسبة الذهبية لعدد الأحرف نرى أنها تشير إلى كلمة مكة. 47 تقسيم 1.618 يساوي 29. هناك 29 حرفا من بداية الآية حتى إلى كلمة مكة. مثلما بالمادة في هذا الفيديو إلى هنا، أهم شيء وصلت المعلومة أنه لماذا نستخدم توقيت مكة دائما، سواء في استخراج الفريكسيلات أو حتى في النسب الذهبية على أرقام التاريخ. طيب يا إخوة، في عندنا مسألة أخرى اللي هي مسألة الاهتزاز أو طاقة الاهتزاز. طبعا لكل خلاص أوكي، نظرية الاهتزاز يا زملاء، نظرية الاهتزاز هو أنه لكل رقم طاقة، تمام؟ طاقة زي ما راح نشوف أنه إحنا بنتعامل مع أرقام في التاريخ يا إخوة، تمام؟ إحنا بنتعامل دائما في الفريكتالات على أرقام في التاريخ 2020-12 مثلا يوم 8 أوكي. طيب قلنا يا إخوة أن إحنا بنتعامل مع الأرقام في التاريخ على شكل موجات، مثلا عندنا اللي هو رقم العقد 22 هذه تعتبر موجة، عندنا أيضا رقم الشهر يعتبر موجة، وأيضا رقم اليوم يعتبر موجة. طبعا يا إخوة عند اختلاف أو عند تغير أرقام التاريخ يتغير التردد الزمني، تمام؟ لأنه في عندنا موجات على الزمن، موجات على الزمن. أنا سبق وتحدثت عن هذه الموجات، لكن ما هي مسألة نقاشنا اليوم، لكن حنتطرق لها إن شاء الله بإذن الله. طبعا يا إخوة الموجات هذه، طبعا هذه تعتبر موجة عظمى اللي هو رقم العقد، عندنا موجة الشهر موجة متوسط، تمام؟ وعندنا أيضا رقم اليوم هذه موجة صغرى. طبعا أثناء تغير الأرقام يا إخوة، أثناء تغير الأرقام على التاريخ بيحصل تغير في الموجات الزمنية، تمام؟ في الموجات الزمنية زي ما راح نشوف الآن مثلا في الفيديو إنه كيف كل ما تغير الهيرتز يتغير الشكل المتكون عندنا في إيش؟ في التردد، تمام؟ طبعا احنا نريد نوصل الى شيء مهم، اوصل لكم يعني المعلومه بحيث نوصل الى انه ايش السبب اللي بيكون الفريكتالات اثناء مرور الموجات الزمنيه او اثناء مرور الزمن. طيب نجي على الفيديو مقطع بسيط يا اخوه، شوفوا كيف انه الشخص اللي سوى التجارب هذه انه كل ما غير التردد، تمام؟ كل ما غير التردد على الهيرتز كل ما تغير شكل الموجه، تمام؟ نتابع الفيديو. وإنه مثلاً إيش السبب إنه في كل فترة من الفترات يا إخوة يتغير شكل الشارع، مثلاً أحيان تلقاه متذبذب، أحيان تلقاه يعمل رالي صعود أو رالي هبوط، وهكذا. إيش أسباب التغير في الشارت؟ مثلاً ليش ما يمشي على نمط واحد؟ طبعاً زي ما ذكرنا يا إخوة إنه الأسباب في تغير الأشكال الهندسية الموجودة على الشارت هو تغير إيش؟ أرقام التاريخ، تمام؟ أرقام التاريخ هي الموجات الزمنية. الآن زي ما راح نشوف إنه كل ما تغيرت الموجات الزمنية كل ما تغير إيش؟ التردد بناءً على طيب يا إخوة الآن زي ما راح نلاحظ في الفيديو إنه كل ما تغيرت الأرقام في الهيرتز يتغير الشكل أو النمط المتكون. خلونا نشوف الفيديو ولنا تعقيب إن شاء الله بإذن الله.
طبعا هذا الجهاز يا إخوة لوحة معدنية يحطوا فيها ذرات رمل ويسلطوا عليها ترددات أو اهتزازات متغيرة، تمام، بالهيرتز. كيف نحول الصوت إلى شكل؟ تمام، كيف يتحول الصوت إلى شكل؟ عن طريق هذا الجهاز بيتم تغيير الهيرتز بشكل منتظم. شوفوا انه كل مرة يتغير فيها الهيرتز يا اخوة كيف بيتغير الشكل. هذا هو الهيرتز 345. الآن 1033، شوفوا التغير يا إخوة. المسألة اللي بتحدث معانا في الشارت يا إخوة هي تكاد تكون نفس المسألة، تكاد تكون نفس المسألة، إنه كل ما تغيرت أرقام التاريخ يا إخوة، تمام، دخلنا في تردد أو في شكل آخر، تمام. طبعا الموضوع طويل ويحتاج شرح طويل جدا، لأنه في عوامل أخرى تلعب في الشكل أو النمط المتكون. لأنه لو قلنا مثلا على أساس أنه الاهتزازات في الدورات الزمنية تؤثر على الأسعار، طيب حيجي يسأل شخص أو أخ يقول يا أبو سام، طيب ليش ما تكون كلها بنفس الشكل؟ يعني دام في اهتزاز واحد اللي هو في الدورات الزمنية، ليش ما تكون العملات كلها أو الشارتات كلها بنفس الشكل؟ أقول لك لا يا غالي، شوف، فيه الموضوع فيه تقليد. إيش هو؟ يعني مسألة التاريخ، تاريخ بداية هذا السهم أو نشأة هذا السهم أو بداية خروج هذا السهم إلى التداول. أضرب لك مثال يلعب دور كبير جدا يا زملاء، مسألة هذا وهذه الموجات الزمنية، تمام يا إخوة، هذه الموجات الزمنية. أريد أكلمكم بموضوع مهم جدا البعض يتساهل فيه. فيه موضوع يا إخوة اللي هو موضوع نشأة أو بداية المشروع أو بداية وضع السهم أو بداية وضع العملة أو طرحها في السوق. هذا يلعب تقريبا 70 إلى 75% من سلوك السهم. أنت جاي في الموجات الزمنية هذه، تمام؟ مثلا كان بداية التاريخ لهذه الموجة الزمنية في هذا المكان. شوف، بدأت في هذا التاريخ أنا مشروعي مباشرة، أنا في موجة هبوط يا إخوة. أكيد هذا المشروع أو هذا العملة أو هذا العمل الذي قمت به حيدخل في موجة هبوط قوية جدا. بعد ما فتحت مثلا المشروع أو بعد ما طرحت العملة في السوق حيكون في موجة هبوط. ممكن هذه الموجات تكون سنوية يا إخوة، ممكن هذه تكون 10 سنوات، ممكن تكون 5 سنوات، ممكن تكون 4 سنوات، كله بناء على الموجة الرقمية والزمنية على التاريخ. حلو؟ طيب الأخ اللي يقول لي يا أبو أسامة مثلا ليش ما تكون الشارتات كلها، ليش ما تكون الشارتات كلها متشابهة؟ أقول لك لا، لأنه تواريخ النشأة للأسهم مختلف. شوف كيف؟ شركة مثلا عملة تطرح في هذا التاريخ، وعملة تطرح في هذا التاريخ، وعملة تطرح في هذا التاريخ. فبناء على التاريخ اللي نزلت فيه العملة أو اللي انحط فيه المشروع بيتم بناء إيش؟ أنا بسميه الهيكل السلوكي للعملة، تمام؟ هذا الهيكل بيستمر إلى نهاية هذه العملة أو مدى الحياة، يعني إلى نهاية هذه العملة تماما. بيتكون في بداية إيش؟ بيتكون يا زملاء في بداية النشأة. حلو؟ طيب إن شاء الله تكون وصلت المعلومة ليش الـ الأشكال مختلفة بالنسبة للشارتات، لأنه تواريخ البداية أكيد مختلفة، تمام؟ طيب خلونا نكمل في الفيديو يا إخوة ونشوف الاهتزاز وكيف يتغير الاهتزاز عندما أو الهيرتز، عندما يتغير الهيرتز يتغير الشكل الهندسي. نتابع الفيديو.
اوكي. مثل ما احنا ملاحظين يا إخوة، زي ما احنا ملاحظين انه لكل ارقام يا إخوة، لكل ارقام شكل او طاقة معينة، تمام؟ فلذلك احنا عندما نتحدث عن الفريكتال يا إخوة، انا لازم كثير من الزملاء لازم يفهموا انه احنا بنتعامل مع ايش يا إخوة. احنا بنتعامل مع ترددات، تمام؟ احنا بنتعامل مع ترددات في الزمن، اللي هو الفريكتال، اللي هو الفريكتال. بعض الإخوة لما تجي ترسم له فريكتال مثلا في منطقة معينة، تمام؟ مثل ما تعرفوا ان احنا رسمنا الفريكتالات تقريبا يعني منذ فترة، الزملاء متابعينا يعني نسبة نجاح تفوق ال 80 الى 85 الى 90% يا زملاء، للأمانة يعني. صحيح يعني في بعض الأحيان في إخفاقات، في ستوبات، بس لا تكاد تذكر، تمام؟ فلذلك بعض الأحيان يا إخوة أنا بحط مثلا شارت معين، تمام؟ أو بحط فريكتال معين، أجي أركبه للإخوة، تمام؟ مثلا كمثال أحط الفريكتال مثلا في هذه المنطقة، ويمشي السعر معانا إلى هذه المنطقة، وفجأة أطلع الشباب. حتى ولو الفريكتال مثلا، حتى لو الفريكتال مثلا معطينا، مثلا الفريكتال معطينا مواصلة صعود، وأنا طلعت الشباب في هذه المنطقة يا أخوة، يجي يقول لك أحد الأخوة أو الفريكتال فشل. يا أخي ما هي مسألة فشل يا زملاء، أنت عندما تفهم البحث أو الموضوع اللي أنا بتكلم فيه تستطيع أن تحكم، لكن عندما لا تكون يعني فاهم مشكلة. قد ربما أنا في هذه المنطقة يا إخوة طلعت الزملاء، ليش؟ لأنه حصل معانا تاريخ جديد وتردد جديد، تمام؟ يعني من الطبيعي تماما إنه أنا ممكن أقطع الفريكتال في هذه المنطقة وأقول لك خلاص نكتفي هنا وننتظر فريكتال آخر. مش معناته إنه مثلا أنا أعطيتك فريكتال طويل وبعد ذلك طلعتك في منطقة معينة تقول أوه الفريكتال فشل، أو إنه الفريكتال هذا مثلا ما ينفع، تمام؟ قد ربما أعطيك أنا في منطقة مثلا خروج، وفجأة تلاقيني أقول لك خلاص يتم الخروج بالصفقة وننتظر يا زملاء فريكتال جديد أو تردد جديد، تمام؟ زي ما بعض الأحيان لما بنحط فريكتالات وفجأة تلاقونا يا إخوة إيش نسوي؟ نعدل ونقول للزملاء خلاص نلغي هذا الفريكتال ونعتمد الآخر. إحنا بنشتغل أو بحثي يا زملاء قائم على الترددات الموجودة في الموجات الزمنية، فلذلك لا تعاملونها معاملة المؤشرات. حلو؟ يعني أنا قد ربما أحط لك الفريكتال، تمام؟ أقول لك مثلا بيمشي معانا إن شاء الله، مضبوط بيمشي. إذا قلت لك بنواصل مع الفريكتال وشفنا إنه التردد أو الشكل الهندسي ماشي معانا مضبوط، بنواصل مع الفريكتال وبيعطينا اهداف طيبه، تمام؟ اما اذا اكتفينا في منطقه معينه خلاص نكتفي يا اخوه، مش مساله انه نكتفي خلاص الفريكتال هذا فشل، ما فيش كلمه فشل، لا، في شيء اسمه دخلنا في تردد جديد، تمام؟ ونبحث عن ايش؟ نبحث عن ولاده النسبه في هذا التردد. اوكي يا اخوه؟
هذا هو هذا ما حبيت أن أوصله للزملاء بالنسبة لمسألة التردد في الموجات الزمنية. إن شاء الله تكون الصورة وضحت. أنا استقطعت لكم أو منتجت لكم يعني من فيديوهات الدورة بعض المقاطع اللي ممكن تفيدكم واللي ممكن تعرفكم إيش هو الفريكتال، لأنه في ناس الآن نزلت وحاطة عناوين فريكتال وما فريكتال، لا يفهم بالدورات الزمنية ولا بالاهتزاز ولا بشيء، فقط هرطقة. يشوف لك مثلا موجة معينة يقول لك بداية الترند، ركز على بداية الترند، شوف الشكل الهندسي وما هندسي، ولا له أي علاقة بالترددات في الموجات الزمنية. زي ما تحدثنا يا إخوة إنه في موجات في الزمن لها ترددات معينة، زي ما شفتوا كيف إنه الموجات اللي في الهيرتز كيف تؤثر في حبات الرمل عند التغير من هيرتز إلى هيرتز آخر، تمام؟ لذلك زي ما تحدثنا نحن في الأسواق نفس المسألة يا إخوة، في الموجات الزمنية في هناك ترددات في الموجات الزمنية، تمام؟ تؤثر بشكل كبير جدا على نمط الحركة، تؤثر بشكل. طيب يا إخوة، حيجي شخص يقول لي يا أبو وسام وين وديت العرض والطلب والسيولة في الأسواق، تمام؟ طبعا أنا سبق وتحدثت وسبق وشرحت إنه الشارت يا إخوة يتكون من نوع من الموجات، موجة فعل وموجة رد فعل، تمام؟ طيب لنفترض إن هذه هي موجات الفعل في الزمن. طبعا بما لا شك فيه وأنا متأكد بنسبة 95% إنه الموجات في الزمن يا إخوة هي موجات الفعل الحقيقية المحركة للترندات في الأسواق، تمام؟ طيب الآن نجي لموجة أخرى وهي موجة رد الفعل، تمام؟ موجة رد الفعل المبنية على العرض والطلب، لأنه أصلا العرض والطلب اللي بيحرك الشارت هو يعتبر ردة فعل المضاربين. عندما يحلل الشارت إيش بيسوي يا إخوة بعد ما يحلل؟ أي سواء مضارب أو هو بيحط ردة فعله، إذن هم يضعون ردود أفعالهم، تمام؟ إذن هذه نسميها ردة فعل. طيب كيف بتكون الديناميكية للحركة مع اختلاط الموجتين اللي هي موجة الفعل في الزمن وموجة رد الفعل في السيولة والأحداث والأخبار؟ وسبق وشرحتها يا أخوة، قلت لكم إنه في حال مثلا السوق بيمشي، تمام، وجاء خبر في هذه المنطقة. طبعا لو جينا احنا في هبوط، هذه تعتبر منطقة هبوط إلى الآن في موجة الفعل الحقيقية. إذا أتانا مثلا خبر في هذه المنطقة سلبي، بنلاقي إن السعر يهبط بشكل عنيف جدا، لأن موجة الفعل الحقيقية هبوط وموجة ردة الفعل في الشارت هبوط، فبيصير الهبوط بشكل عنيف جدا. طيب فرضنا انه، خلونا مع الهبوط، فرضنا انه مثلا موجة الفعل الحقيقية هبوط، تمام، والأخبار أتت إيجابية للعملة، تمام، الموجة هبوط موجة الفعل في الزمن والأخبار والأحداث أتت إيجابية للسهم، إيش بيصير يا إخوة؟ بنلاقي إن السعر بيصعد بناء على الخبر بشكل مؤقت، ومن ثم إيش يسوي؟ يرجع للهبوط. شوفوا إيش تأثير موجة الفعل الحقيقية على الشارت، سواء في حالة أتى الخبر مع موجة الفعل أو أتى عكس موجة الفعل يا إخوة، تمام؟ الأحداث والأخبار ما هي إلا مسببات لتغير
تشكل الموجات الزمنية على الشارت. أوكي يا إخوة، في بعض الأحيان قد ربما يركز بعض الإخوة، قد ربما بعض الأحيان نعطي توصيات تمام في منطقة معينة، ونقول لهم يا زملاء إن شاء الله في هبوط، وينعكس السعر علينا شوي، نقول لهم راح نستخدم تعزيز. ليش؟ يعني نعزز البيع مرة ثانية، مثلا بعنا من هذه المنطقة بنبيع مرة أخرى من هذه المنطقة. طيب يا أبو وسام ليش السوق عاكس علينا مثلا؟ أقول لهم ما زال المجال مفتوح، لأن إحنا مع موجة الفعل الحقيقية هبوط، فبنستخدم هذا التعزيز. طبعا ما بكل مرة نعزز 5 تعزيزات 4 تعزيزات، لا، هو بندخل دخول واحد وعندنا تعزيز واحد، تمام، تعزيز واحد فقط والوقف. فغالبا بنستخدم التعزيز، والزملاء في جروب، في الجروب الخاص للفي اي بي يعرفوا ذلك، انه بندخل بالتعزيز والحمد لله بنجني ربح التعزيز وايضا ربح الصفقة الاولى، تمام يا اخوة، لانه احنا بنكون متأكدين من موجة الفعل الاساسية وبندخل معها. اوكي يا زملاء، ان شاء الله تكون هذه المسألة وضحت من ناحية كيف بيكون التأثير ما بين موجة ردة الفعل للشارت وما بين الموجة الزمنية أو الترددات على الموجات الزمنية.